منذ 2 أبريل تقوم وحدة متنقلة تابعة لمركز تحقن الدم بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، والذي تشرف عليه مجموعة من الأطر الصحية بتلقي تبرعات مجموعة من الضباط وضباط الصف والجنود بهذه المادة الحيوية، والتي من شأنها تقوية مخزون الدم وتلبية حجيات المرضى. وتبقى القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها البرية والبحرية والجوية منخرطة في هذا العمل الإنساني التضامني الذي رسخ ركائزه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله. وفي هذه الظرفية الحساسة فإن الطاقم الطبي العسكري شديد السهر على مواكبة هذه العملية عبر مختلف وحدات القوات المسلحة الملكية، وذلك عبر توفير جميع الشروط شروط السلامة الصحية لجنود المتبرعين بالدم. نتواجد اليوم بالمؤسسة المركزية للإشارة، حيث يقوم كل من الضباط وضباط الصف والجنود بالتبرع بهذه المادة الحيوية التي من شأنها تلبية حاجيات المرضى. وفي هذا الإطار تجندت مفتشية الصحة عبر وضع برنامج يضم زيارة مختلف وحدات القوات المسلحة الملكية البرية الجوية والبحرية، وذلك عبر تعبئة وحدة متنقلة تابعة لمركز تحقن الدم بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس، من أجل السهر على عملية التبرع بالدم من طرف وحدات القوات المسلحة الملكية. وتجدر الإشارة أن القوات المسلحة الملكية بكافة مكوناتها مجندة لتنفيذ هذا البرنامج طيلة هذه الفترة الصعبة، وتبقى وفية لشعارها الخالد الله الوطن الملك.